نمشي في الخضره. كنت في المارشي عيطوا لي في التليفون قالوا لي العافيه شاعله. من جيت لقيت العافيه شاعله، لقيت الجيران كلهم خارجين ولادي ما خارجينش، تنعيط نجري تنقول لهم انا قلت ولدي مازال غادي نقدر يكون تيعتق مع صحاب دايره العافيه. تنغوت انا على ولد ولده جود، تنعيط جود على الدري عنده عام باش نخرجوا نسلكوا. من طلعوا الدراري طلعوا للدار فوق الدرور التروازيام لقاو طايح في الكاتريام، حاله لا يرثى لها بها، هزوها هبطوه. ما بعد ما جات البونبيه ساعه ونص عاد جاتهم، من جات البونبيه مع تقريبا ديك 11 ونص هبطوا لي الدراري داو مع داو محمد الخامس. محمد الخامس 20 طبه دايرين به ما عصقوش ليا. من محمد الخامس داو الميريزكو، الميريزكو ثاني نفس المشكل. من 28 ثاني داو 27، 27 نعسو. من نعسو قال لك حقا الرياض ضربت لي المخ، المخ ضرب لي. واخا اشنو بقى لي؟ قال لك غير صبري غير صبري غير صبري. حنا مع الشمس نمشيو للسبيطار من وحده الليل وحنا تنباتو تما تنجو دابا تنطل عاوده ترجع. البارح عيطوا لي قال لي غندير لي السكانير، درنا لي السكانير. من درنا لي السكانير قال لي دخلي اجينس انت وباه دخلوا. من دخلنا قال لك الراس ضرب لي، داك الدخان طلع لي من الريه ضرب الريه ضرب المخ ما نقولش لك. المهم دابا قال لك مع هذيك الوقفه روح رجع مشات عند الله سبحانه وتعالى. قلت له اي واش؟ قال لك المهم القلب اللي باقي عنده تيضرب بشويه بشويه. دابا الا بغيتي تعاوني معانا غتعطينا القلب والكلوه ديالو. ما يمكنش نعطي هاد الناس تبيعوا ويشريوا، هاد الناس ما فهمتهمش اش بغاو. الدري مات يعطونا ولدنا، عطاني عطاه لي سيدي ربي كامل ومكمول، وعطيت انا امانته كامله ومكموله. علاش غنعطيه الكلوه ونعطيه القلب؟ علاش؟ هادشي اللي انا بغيت ندير. هما الجيران كلهم واقفين معنا، كل شيء تيجي كل شيء ولدهم، وين حنا بغينا ولدنا ندفنوه. اللي وقع اخويا انا كنت هنا يلا جاي من الخدمه، تلقيت الدريه كتغوت عمي عمي راه العافيه شاعله في البريمير. ملي يلا غنطلع لقيت شي ناس هابطين مهودين شي حوايج شاعله فيهم العافيه، جريت من عندهم خرجت لبرا. عاود يلا تميت طالع المره الثانيه لقيت نفس الشيء اللي هابط. خرجناه شويه تكتبان لي العافيه خرجت من الشرجم. طلعت باش نعتق ولادي انا، لقيت الناس كلهم خرجوا. طلعت باش نعتق ولدي ومرته وولده وبنتي الصغيره. الوقت اللي دخلت للبارطمون يلاه لقيتهم ناضوا كيجمعوا في هذاك الشيء. تمينا جاي خارجي كنلقاو الدخان في الباب بزاف. هي هذيك رجعتهم دخلتهم لواحد البيت سديت عليهم. هو قلت ليه دير شي حاجه شي فوطه سردها ودير على فمك. قال لي واخا. ديك الوقت اللي دخلت انا وسديت الباب ديال بيت النعاس اللي عندو الشراجم من العكس ديال الشراجم الاخرين لقيته هو خرج. طلع من التروازيام الكاتريام وقع عليه المشكل تما فين زلق وطاح على الدروج وسبيره. داك الدخان كله سبيره مابقاش عندو باش يقاوم باش يطلع مازال السطح باش يسلك من الكاتريام. هما دايرينهم بان عندو شي مرض، عندو ما عندو حتى شي مرض، ما عمرو سوانا على شي مرض، حتى شي مرض ما سوانا عليه. ديناه هزيناه من هنايا داو البومبيه محمد الخامس ما داروا معاه والو حتى شي حاجه. هزوه عاوتاني من سبيطار محمد الخامس ديناه حتى ميريزكو دخلوا 28 مع نفس الطريقه اللي داروا لي. اش كانوا سير دير شد لي واحد البلاصه في الكلينيك ديال شافي ولا شيفا. كان جيت 20 غشت قال لك راه كاين واحد القرعه تما ديال الاكسجين. قلت لهم ماشي مشكل نديرها ليه. هو قال لك سير جيب لي هذا البروجي. هذيك البرا مقطوعه نص نهار وانا نقلب عليها تلقيتها. ملي جبتها دقوها ليه ولا ما دقوهاش ليه الله اعلم. هزوه مع الخمسه داو 27. ملي دخلوا 27 لحد الان باقي ما كاين حتى شي نتيجه. الدري مغيب كل شيء واقف عدو حتى البارح الجمعه مع الصباح حتى بالينا مخرجينه مع الصباح داو داروا لي سكانير ديال الراس شويه ردوه سدين لي عينيه بسكوتش اشنو كاين حقا الراس وقف ما بقاش خدام. العروق ديال الراس ما بقاوش خدامين. الاعضاء التحت كلهم باقيين خدامين. ولو كيقول لنا واش ولا بغيتو تبرعوا بشي حاجه؟ ها هو مات مات. حنا ما باغيين نتبرعوا بتا حاجه. هذاك الدري
خلق الله بحالكوك، بغاه الله نعطيه ليه بحالكوك.